أيها السادة، نحييكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج الملف، ونجيب من خلالها على كل التساؤلات والاستفسارات الواردة إلينا فيما يخص فقه الحج. تساؤلات كثيرة جدا تهم وتشغل السادة المشاهدين، نطل عليها ونناقشها نقاشا فقهيا دقيقا. رحبوا معي في صدر هذا اللقاء بصاحب الفضل والفضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزغبي من السادة الأكابر علماء الأزهر الشريف. أهلا مولانا. الإعلام منور الدنيا. الله يبارك فيك. المسدد دكتور محمد الشاعر، ربنا يكرمك، أنار الله وجهك وإياكم يا رب دكتور، ربنا يحفظك ونفع بك حيثما كنت وأينما كنت يا رب العالمين. دكتور كل عام وحضرتك بخير. حضرتك بخير ومشاهدين ومشاهدات جميعا، ونسأل الله في هذه الأيام يعني أن يرفع الغمة عن الأمة. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب. أنساك الحج يا دكتور، إن صح السؤال أو صح التعبير، التمتع والإفراد والقران، ماذا عنهم؟ ممتاز. معلوم أن أنساك الحج على ثلاث، نعم، إما دكتور محمد بنقول تمتع، وإما إفراد، وإما قران. نعم، يعني بمعنى أصح تاني في حج التمتع، في حج الإفراد، في حج القران. ومن الألفاظ تفهم الدلالات أو المعاني. معايا دكتور محمد؟ طيب باختصار قوي، صفة حج التمتع، بقول باختصار جدا عشان الناس تبقى فاهمة إيه الفرق بين التمتع والإفراد والقران. صفة التمتع يا عم الدكتور محمد أن يحرم المحرم بالعمرة في أشهر الحج، في أي يوم من أشهر الحج. إذا ما أنهى عمرته يا دكتور محمد حل منها، يحل من العمرة. يعني إيه يحل من العمرة يا دكتور محمد؟ يعني خلاص بيلعبها ملابس الإحرام ويلبس الملابس بتاعته دي ويمارس حياته الطبيعية تماما. فإذا كان اليوم بقى 8 من ذي الحجة، اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجة يا دكتور محمد، أحرم بالحج. ثم أدى بقية مناسك الحج. يبقى حج التمتع باختصار خالص يا عم دكتور محمد، الإنسان هو اللي رايح يحج حج تمتع بيأدي عمرة في أي وقت من أشهر الحج يا عم الدكتور محمد، وبيحل منها. وبعد ما بيحل منها ما يجي عليه يوم 8 من ذي الحجة، اللي هو أول أيام الحج يا عم الدكتور محمد، اللي هو يوم الترويه. إما يجي بقى يوم 8 من ذي الحجة، يحرم بقى من المكان اللي هو فيه يا عم الدكتور محمد، وبعدين يؤدي مناسك الحج. تمام يا دكتور. طب نيجي للإفراد يا عم الدكتور محمد، هو زي ما قلت لك من اللفظة يتجلى المعنى. معايا دكتور محمد؟ الإفراد هو أن يحرم المحرم بالحج مفردا. بالحج مفردا يعني ما معاش عمرة، حج إفراد. وإذاك حج إفراد يعني حج ما معاش عمرة. تمام. إنما هنا حج تمتع، حج يعني أدى العمرة متمتعا باقي للحج. بالحج. حج إفراد حج بس. حج قران يعني قرن العمرة مع الحج. فما بنيجي الحج الإفراد يا دكتور محمد بنقول هو أن يحرم بالحج مفردا. إذا وصل إلى الميقات يا عم الدكتور محمد اللي هو الحج المفرد ده، إما يصل إلى الميقات يحرم قائلا لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم إيه حجا. إذا وصل مكة طاف طواف القدوم، طاف طواف القدوم، ثم سعى للحج، ثم يستمر في مناسك حجه حتى يوم إيه العيد ويتم المناسك. نعم. طيب القران بقى يا عم الدكتور محمد، يحرم بالعمرة والحج معا. بس يختلف عن التمتع في ايه؟ ان التمتع انه ادى العمرة ثم تحلل منها. نعم. انما القرن لا، ما بيتحللش منها يا عم الدكتور محمد. لانه قرن العمرة بالحج والحج بالعمرة. نعم. معايا يا عم الدكتور محمد؟ نعم. يبقى يحرم بالعمرة والحج جميعا. اذا وصل الميقات يقول لبيك اللهم ايه عمرة وحج. نعم دكتور. إن حج التمتع احنا نقول لبيك اللهم عمرة متمتعا باقي الحج. الإفراد لبيك اللهم حجة. القران يا عم الدكتور محمد لبيك اللهم عمرة وحجة. وبعدين إذا دخل مكة طاف طواف القدوم يا عم الدكتور محمد، ثم سعى للعمرة والحج واستمر في إحرامه إلى يوم العيد، ثم يؤدي بقية إيه المناسك. هل على المفرد هدي؟ ممتاز جدا يا دكتور محمد. هل اللي بيحج حج الإفراد ده هل عليه هدي؟ والهدي كما تعلم بيشترى هناك من في مكة، ومش زي ما بعض الناس ممكن يقول لك لا أنا ممكن أدفعه هنا إلى آخر. لا، هناك يا دكتور محمد الهدي هناك، وكمان الهدي يقدم في أرض مكة يا عم الدكتور محمد. طيب ليس على المفرد هدي، ليس على المفرد إيه هدي، سواء كان حجه فرض أو نافل. يعني بمعنى أنه ما حجش قبل كده على الإطلاق، ودي حجة فرضة الإسلام، وراح يحجها حج ايه افراد، هل عليه هدي؟ لا، ليس عليه هدي. طب هو راح حج نافله، يعني بمعنى انه حج قبل كده وراح حج نافله بس حج افراد، هل عليه هدي؟ ليس عليه ايه هدي. طيب
افرض أهدى يا دكتور محمد وعمل زيهم مثلا أم رايح الرجحي واخد الكيت الوصل ومعامل أو في أي جهة من الجهات المسؤولة عن كذا. بس أنا بحذر الناس، معظم أو الكثرة من الجهات اللي بتيجي تمر على الحملات أو على شركات الحج ويقولك يا جماعة اللي هذه السنة مثلا بألف ريال، لا إحنا عندنا بخمسمائة ريال، معظم ده نصب. أنا اللي جربت، أنا حجيت 16 حجة وأعلم الكثير من النصب، وأعنف بعض الناس هناك اللي عندها حتى كيت اللي بيقولك عنده حقيقة المكان والكلام ده، لك ادينا وبقى هنجهز لك عينات تاخدها للحديد والكلام ده. في أمور نصب لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله، وأنا مش عايز أقولها عشان ما يقولكش بشوه في جهات معانا أو بعض الناس تزعل مننا أو الكلام ده، لكن فيها نصب عامل زي بتاع المافيا بالظبط. انا ببني لك جامع وببني لك كيت وبعمل لك بير وبعمل لك كيت وما قصدتش حد بعيني ولا بلده بعينه، خلاصته اهي كلها مافيات، الله يريحنا من شره. خلاصته دكتور محمد بنقول ان اهدى فهو افضل، حب يعمل هادي شيء طيب، لكن هل هو واجب عليه؟ لا، لا يجب عليه يا عم الدكتور محمد، لا يجب على المفرد، لا يجب على المفرد. طيب القارن والمفرد يا دكتور، هل عليهما سعيان أم سعي واحد؟ ممتاز. قبل ما أجبك عادي عايز أقول معلومة بسيطة عن الدكتور محمد لأنها مرتبطة بالاثنين. المفرد هو من نوى الحج وحده فلا يأتي بعمرة قبل الحج، فلا يأتي بعمرة قبل الحج، دي ملحوظة. دي على بقى إذا قرم مكة طاف طواف القدوم، خلي بالك من الحتة دي، أنت ماشي. خليك كناعة عن المشاهدين أو مكان المشاهدين ماشي. طاف طواف القدوم، بس طواف القدوم ده في حقه واجب ولا سنة يا دكتور محمد؟ سنة وليس واجب. تمام، سنة وليس واجب لأن حقه حق إفراد. معايا كده؟ طيب، وله أن يسعى بعده، ممكن يسعى بعد الطواف ده، خلي بال حضرتك. طب فإن سعى، افرض أم سعى بعد الطواف المستحب ده، أجزأه عن سعي الحج لأنه عليه سعي واحد. نعم، أجزأه عن سعي عن الحج، سعي الحج، خلي بالك، ولا سعي عليه بعد ذلك. ده في قول جمهور الفقهاء يا عم الدكتور محمد. طيب عايز أقول حاجة من خلال ما ذكرنا الحين، يبقى لا بد وأن نفهم تماما قضية الفرق بين المفرد ومن ناحية أخرى القارن والمتمتع، ومن ناحية ثانية لا بد وأن نعلم إيه اللي بيكون مشترك ما بين المفرد والقارن. هل عليهما سعيان؟ هل عليهما طوافان؟ زي ما أنا وضحت كده يا عم دكتور محمد. نعم دكتور، بارك الله فيكم، حياكم الله. طيب بالنسبة للقارن، القارن هل طوافه واحد وسعيه واحد؟ هذا ما وضحت، أنا وضحته يا دكتور محمد كده كده وضحت. نعم نعم دكتور، بارك الله فيك. طيب في سؤال مرتبط، وأعتقد هذا السؤال هو الأكثر أهمية يعني إن صح التعبير، هذا ليس تقليلا من الأسئلة الأخرى، تمام، لكن يسأل إن هو داخل المملكة بزيارة أو أي صورة من الصور الأخرى، يعني مش طالع بقصد الحج، وبعدين يا دكتور إذا فعل ودخل مكة ولم يحرم من الميقات، تمام، أو تجاوز الميقات، فهمت إيه الوضع هنا؟ بص يا دكتور محمد، هي الزيارة دي منتشرة جدا، إما اتفتحت الفيز اللي أنت عارفها يا عم الدكتور محمد ليها التأشيرات دي، لكن ما هيش تأشيرات لحج ولا عمرة، فالناس بتجد ان سعرها يعني بسيط وكده، فخلاص بيقوم واخدها على اساس ينطلق من خلالها ويؤدي ايه الحج. بس القوانين السعوديه لا تسمح لصاحب التاشيره دي بانه يدخل مكه بملابس الاحرام، بل في عقوبه. طيب يبقى في الحاله دي يا عم الدكتور محمد، لو انه جه للميقات بتاعه، هو طالع من مصر ولما جه يعبر الميقات، وزي ما انت عارف الطيار مثلا بيجي وهم في الطياره لما يجي يقترب من الميقات، يا جماعه احنا هنقترب من الميقات بقى عند موازاه الميقات مثلا خمس دقائق ثلاث دقائق دقيقتين، اما يجي بموازاه يا جماعه احنا في موازاه الميقات، ليه؟ عشان الناس تحرم. تحرم مش معناه، ليس معناها لبس الاحرام فقط، لا، لبس الاحرام هذا مطلوب، لكن معناه ان يلبي وينوي، يعني ينوي الحج ويلبي، سواء كنت رايح تمتع تقول بقى، سواء كان قران تقول، سواء كان إفراد بتقول وتوضح، يبقى هنا النية والتلبية لابد. إنما إذا أنت عبرت الميقات يا عم الدكتور محمد وما نويتش ولا لبيت حتى لو كنت لابس ملابس الإحرام، يبقى أنت هنا ارتكبت محظور من محظورات الإحرام. ماشي. طيب الشخص اللي بيقول لك
أنا بقى لما منعه أنا ما أحرمتش من الميقات، خدت بال حضرتك إزاي؟ بنقول له أنت لا يجب عليك تأخير الإحرام إلى ميقات غير ميقات أهل مصر على الإطلاق. ليه؟ لأن هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم الحجيج، يا هذه عبادة والأمور فيها توقيفية يا عم الدكتور محمد. بتصرف إزاي؟ بل الواجب، نعم، بل الواجب على الإنسان أنه يعمل إيه؟ انه ان كان يستطيع الرجوع اليها يرجع مره اخرى وينوي ويلبي. طيب ان ما كانش يستطيع يا عم دكتور محمد، ومعروف ان ميقات اهل مصر هو الجحفه يا عم دكتور محمد، الجحفه. طيب افرض تعمد بقى يترك وخلاص وقال لك ما اروحش في اي ميقات اخر هناك الى اخر هذه الامور، يبقى عليه دم. يبقى عليه دم. ان تعمد تاخير الاحرام الى ما بعد الميقات يلزمه دم. الدم ده اوعى تسمع كلام اللي يقول لك هنا ممكن يعمل هنا خروف بتاعه كلام، لا، هناك بارض مكه ويذبح هناك الى اخر هذه الامور ويوزع لحم، يوزع لحم ان شاء الله يبعثوه بقى للصومال، يبعثوه لاي جاء، المهم يذبح هناك. ما نش قادر مثلا، وكنت عارف ان عرفت الحكم لها فيما بعد وكذا وكان فايتني وكيك، خلاص توكل اي حد موجود هناك يفعل عنك ذلك الدم. طيب طب ان احرم من الميقات بقى يا دكتور محمد، ان احرم من الميقات هو احرم لكن ما كانش ايه لابس ملابس الاحرام. نعم. ليه؟ لانه خايف من القوانين السعوديه. فلما هنا احرم، اما جه قالوا يا جماعه احنا في موازاه الميقات، قال لا امنوي على طول بقلبي، ولا لبيك اللهم عمره متمتعا بالحج، او لبيك اللهم حج، او لبيك اللهم عمره وحج، ايا كانت الصوره. لما هنا نوى ولبى يا عم الدكتور محمد، خلاص انت هنا نويت ولبيت، يبقى انت نويت من الميقات. خدت لحضرتك ازاي؟ طيب يا دكتور محمد، ما نواش من الميقات، احنا بينا ما نواش ميقات، يبقى حكمه ايه؟ عليه دم. طيب جه هنا وما لابسش ملابس الاحرام لما كان بمحاذاه الميقات، ما يجوز له يلبسها من قبلها او حتى من لحظتها. طب هو ما لبسش، خايف من السلطات السعوديه، ودخل مكه وهو بالملابس العاديه عشان ينزل اي فندق يقوم لابس بقى ملابس الاحرام، يبقى في هذه الحاله يا دكتور محمد، لانه لبس المخيط بسبب القوانين، عليه فديه. عليه فدية. وذلك يا دكتور محمد الفدو يختلف عن الهدي. ما صورة الفدية هنا؟ معناه الهدي غير الفدو أو الفدية. الهدي أنت بتقدمه يا عم الدكتور محمد بما من الله عليك به بهذا الحج. إنما الفدو عقوبة لترك محظور، لفعل محظور أو ترك واجب. لفعل محظور أو ترك واجب. أو ترك واجب. وخلي بالك مش فعل أي محظور كده، لا، لفعل محظور متعمد، لا جاهل ولا ناس. يعني مثلا إن أنا جيت مثلا يعني وغطيت وشي وأنا محرم وأنا مش فاهم أي حاجة وما أعرفش الأحكام الشرعية، خلاص ليس علي شيء. لأن الله ضمن لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليك، إنك دم عليك، دم عليك، عليك دم، عليك دم. يعني مرة طلع معايا دكتور مشهور أوي 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 أوي، والراجل ده كان عجيب أوي، كان نفسان 97، وبعدين إحنا في السويد كل ما واحد يدخل يسألني هو اللي يجب على طول، يقول له واحد قال لي نسيت وقطمت الضفر بسناني، بس والله ناس، روح على الدم، على الدم. قلت له سميت خلي الأمة كلها دم، خدت العدد زي أنت بتكلم بجالة، لا جاهل أو ناسي معلش أي حاجة. واحد قال لي والله وأنا بمشط كده في شعر لقيته في المشط طلع شعري من رأسي، قلت له معلكش أي حاجة، لا ده على الدم، أنت تفتونة موجود، قلت أنت مالك ومال العلم الشرعي، خدت لحضرتك بيبقى حاجة كده فيها غتاتة شوي. ال- 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 هو فعل هذا يا دكتور محمد، رجل شعر وقام نازل بدون قصد ولا يتعمد ذلك على إطلاق، شعر نزل 10 20 واحدة لا شيء في ذلك. أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كانت ترجل شعرها وهي في 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 حجها، ما في أي شيء على الإطلاق. أنا كنت أتعمد يا دكتور محمد، مش أتعمد إسقاط شعر، لا ما في إسقاط شعر، ولكن أتعمد أنني ما أحب أن شعري يبقى نظيف، اللحية كده أعمل وأجيب المشط وأعمل كده. البعض يقول أنت مسيكين. يجي واحد تاني يا عم الدكتور محمد وهو نايم، يعني مثلا يعني أم غطي كلية الجسد بما فيه الرأس والكتف وكتف، يا أخي ده ناسي وجاهل ما يفقه الحكم الشرعي. ولذلك إذا كان هذا المحظور واحد نسى وقام جايب ريحة وحطتها وما يعرفش الأحكام على الإطلاق، أو كان معاه بربان وقام عامل، خدت لحضرتك إزاي؟ هو دي من المحظورات، وضع طيب، بس فعل بجهالة أو ناسي، يبقى في هذا الحال ليس عليه شيء. يعني طيب واحد بقى دعك بقى من المحظورات ما يفعلها ناسيا او جاهلا، واحد يجي مثلا يشطف بصابون راخي كده او كلام من ده، طلع معنا شيخ برضه من مصر كبير، فقالوا له انا بالصابون، قال بس عليك دم، والتاني قال له انا عملت بالشامبو، قال له عليك دم، هيقولوا بيردوا على بعض وبتاع،
مسكت الميكروفون قلت يا جماعه يعني بالنسبه للاخ اللي قال عمل كده معلش اي حاجه، وبالنسبه لبتاع الشامبو معلش اي حاجه، وانا اخش الوقت استحمى بالشامبو قدامكم ما في اي شيء على الاطلاق. ليه؟ لان هذا ليس بطيب ولا في معنى الطيب، لا هو بالطيب ولا معنى. ولا بمعنى الطيب يا عم دكتور محمد، يبقى انت تشد وقاعد تعمل كل حاجه على الدم على الدم على الدم، لا ما تطفروش الناس. والنبي كان في الحج يقول افعل، يعني لا هذا ده شيء ثاني في التقديم والتاخير بعد عرفه، افعل ولا حرج. خدت بال حضرتك ازاي؟ نعم. طيب دكتور محمد خلي بال حضرتك ازاي، فبنقول الشخص ده عليه فديه. ليه يا دكتور محمد؟ لانه لبس المخيط، لبس المخيط يبقى هنا بيعاقب، الفدية بتبقى عقوبة يا دكتور محمد على ترك واجب أو إيه؟ فعل محظور. طيب يا دكتور محمد الفدية دي هي إيه؟ بوم مذكور برضو دم؟ لا هي مش كده على طول، هي على التخيير بين صيام 3 أيام، إطعام 6 مساكين يا دكتور محمد، يعني لكل مسكين نصف صاع. أنت عارف الصاع قد إيه؟ 2 كيلو 750 جرام، 3 كيلو إلا ربع. هنا نصف صاع معايا يا دكتور محمد، لكل مسكين يعني لكل مسكين نصف صاع. نعم. وهو كم هنا يطعم كم مسكين؟ 6 مساكين يا عم دكتور محمد. نعم. آخر حاجة ذبح شاه، يبقى هو مخير مش على الترتيب ده، هو مخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح إيه؟ شاه. شاه. نعم دكتور بارك الله فيكم. حياكم الله. طيب ذبح شاف الفدية لازم يكون هناك ولا ممكن يكون في بلده؟ لا ما تفعش في البلد على الإطلاق، ما ينفعش ماجي مصر ولا عملها في مصر. نعم دكتور. لا هناك. نعم. سؤال شبهة يا دكتور. يقول الحق سبحانه وتعالى قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. وكذلك أيضا يقول أيضا في موضع في نفس الآية وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. يبقى 2 و4 6 حلو أوي. فقضهن 7 سماوات في يومين. 6 و2 8 جميل جدا. في حين أننا عندي أيضا في نص القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض والسماء والسماوات خلق في 6 أيام. 6 أيام صح كده؟ يبقى أنا كده إزاي أوفق بين 6 و8 وبين 8؟ ممتاز. هي شبهة مشهورة جدا، وهتجد حتى اللي هم المتعصبين من أصحاب العقائد الأخرى رمينها على منصات التواصل بكثرة، وتجد يعني كل من بيحارب الإسلام مشغل على ده يا دكتور محمد. خلي بالك معي جدا، هو الفهم هنا اللي بيبقى فيه يعني سقم، أو بمعنى الفهم سقيم في مثل هذه الحالة. هو ماني أرجع زي ما أنت بتقول يا دكتور محمد، خلق السماوات والأرض في 6 أيام. 6 أيام. نعم. يبقى مجموع خلق السماوات والأرض 6 أيام. هو 6 أيام خلاص، انا استقر على كده ماشي يا دكتور محمد، يبقى خلاص بعدت دي وجنبتها. تعالى بعد كده ابص للارض الاقي فيه شبهه. نعم. اقول له ايه؟ خلق الارض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وقدر فيها اقواتها في 4 أيام. 2 خلق و2 و4 تقدير 6. يبقى 2 خلق و4 تقدير 6. بقى 6، بقت الارض لوحدها 6 أيام. 6 أيام. طب اجي للسماوات، فقضاهن 7 سماوات في يومين. بقى هنا 8. يبقى مجموع الارض هنا ظاهرا 6، وهنا السماوات 2، يبقى 6 و2 8. امال بتقول ازاي خلق السماوات والارض في 6 أيام؟ نعم. اوفق ازاي؟ شوف يا عم الدكتور محمد، بدايه بنقول ان الله جل وعلا خلق السماوات في قد ايه؟ في يومين، من باب قوله جل وعلا ها فقضاهن سبع سماوات في يومين. خلاص اطرح الاثنين دول كده ماشي يا دكتور محمد. ماشي. تعال بقى للأرض يا دكتور محمد، أن الله جل وعلا قال خلق الأرض في إيه؟ في يومين. إنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. يبقى خلق الأرض في يومين. نركز هنا يا دكتور محمد، شو بعد كده؟ ثم بعد ذلك كان التمهيد وتقدير الأرزاق. خلي بالك أهو، وجعل فيها رواسي وجعل فيها رواسي وبارك فيها وبارك في وقدر فيها أقوتها في 4، بمعنى أنه تمم هذه الأمور في الأرض، فكان الإتمام 4 أيام. يعني 4 الخلق بالإتمام. يعني أوضح تاني لا وضحت خالص، لا نوضح للمشاهدين. دكتور محمد أجل السماوات، فقضاهن 7 سماوات في يومين، كده خلصت يومين للسماوات، 2 سماوات ما عادش أرجع ليها. في الأرض، وبقول لي إيه؟ خلق الأرض في يومين، يبقى كده 4 أيام.
يبقى اتنين سماوات اتنين واتنين أرض. أربعة. طب اما ارجع للاتنين بتوع الأرض اشوف الزيادة اللي جاية دي يا عم الدكتور محمد، يقوم قايل لي ايه؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقوتها في أربعة أيام. أربعة هنا عايدة على مجموع الأرض. أيوة. خلق يعني وتقدير. يعني الخلق بعد كده التقدير وتيسير الأرزاق وما شابه ذلك إتمامه أربعة. يعني هنا اثنتين السماوات اول حاجه بالاعمال المصريه واربعه الارض يبقوا ست. ايوه دكتور بس ما اعرفش هتصح شرعا ولا لا. حضرتك صحح لي يعني صح والله المثل اعلى. احنا بنينا البيت في يومين وعلى ما شطبنا وخلصنا وصلت لاربع ايام. هي دي يعني ما خلاش اربع ايام. انا اقول لك شوف زي ما بتقول ايه انا احنا بنينا البيت ده في يومين خدت لحضرتك ازاي وعملنا بقى النقاشة وكيت والسباكة والكهرباء والديكورات والكلام ده كله فخد أربعة أيام. خد إيه؟ أربعة أيام. ما ينفعش أقول هنا اتنين زائد أربعة. لا ده هي لمؤاخذة الإتمام اللي هو البناء مع فعل هذه الأمور كان الإتمام به أربعة يا عم دكتور محمد. ولذلك بنقول بقى الأرض بالنسبة للخلق والإتمام أربعة أيام، السماوات في يومين، يبقى هنا المجموع كام؟ ستة أيام. يبقى يوافق الآية الكريمة. أحسن. بارك الله فيكم دكتور. جميلة وسهلة والدنيا سلسة وبسيطة. ربنا يرحمك يا دكتور. ما أجمل الفهم عن الله. إيه والله. وما أجمل يعني أن ترافق عالما كبيرا. لا الله يستر علينا ويستر علينا يا دكتور محمد. دكتور محمد الزوبي ربنا يبارك في عمرك. أنت اللي محترم متواضع زادكم الله قربا يا دكتور محمد. يعني الوقت للأسف يمضي سريعا بصحبة فضيلتكم. زادكم الله أدبا. وهذا مما حدثني به يوم أمس عم السيد ربنا يبارك في عمره. وهو مهندس صوت عندنا في القناة يعني كان بيقول الملف ده ما بياخدش حاجة بنقعد ونقوم نلحق خلاص ده من أدبي تحياتي له واسمه وخلقه ربنا يرضى عنه الله يجزيكم خير أشكرك يا دكتور تسلم يا دكتور محمد باسمه باسمكم السادة تقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب الفضل والفضيلة تسلم الإعلام المحترم والكبير دكتور محمد الشاعر مولانا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزغبي من السادة الكبار علماء الأزهر الشريف شكرا مولانا شكر الله لكم حضرتك دكتور محمد الإعلام الكبير شكرا للسادة الزملاء من فريق العمل زميلي العزيز محمد البطري ولكل رفاقه لأن نلتقيكم بحلقة أخرى من حلقات الملف أرق المنى هذه تحياتي محمد الشاعر وحيكم في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أخلاقنا تزهو المعاني وتكسون المحبة.